الرئيس السيسي يثمن محفل بريكس كمنصة للتعاون والتشاور، ويتهم النظام العالمي بتفريغ المبادئ وازدواجية المعايير. مدبولي يترأس اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ويستعرض مع شركة عالمية جهود تحسين مناخ الاستثماري في مصر. سعيا لتدليل عقبات التهدئة بقطاع غزة، وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادة حماس بالقاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة تجمع بريكس التي انعقدت بروسيا الاتحادية، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلستي عمل في إطار فعاليات قمة دول تجمع بريكس في مدينة كازان الروسية. كما شارك السيد الرئيس في قمة بريكس بلس، والتي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة لتجمع بريكس. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة تجمع بريكس بلس المنعقدة بمدينة قازان الروسية. أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوتي لاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. كما أكد الرئيس السيسي أن الاجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات والسياسات الأحادية. أضاف الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة. يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية، فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم المصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة. وخلال كلمته بقمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة كازان الروسية، أن الاعتداءات امتدت إلى الأراضي اللبنانية، ما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام
على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد الدولي وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تثمن محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وخلال كلمته بقمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية، أكد الرئيس السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولاً، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانياً، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثاً، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. وعلى هامش قمة تجمع البريكس التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا اهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالا يحتذى به لما يمكن إنجازه على المستوى القاري، والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون في هذا الشأن على جميع المستويات بهدف التوصل للتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وفي ذلك السياق أكد الرئيسان ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وأعرب الرئيس الجنوب أفريقي عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد. على مدار 3 أيام شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان بدولة تاتارستان إحدى دول جمهوريات روسيا الاتحادية.
وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري. هذا وقد استعرض السيد الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا. وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول العالم، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا. وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس مطار كازان عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب، ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية، وخلال الاجتماع أوضح مدبولي اهتمام مصر بدعم التعاون مع المجموعة العالمية على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها مصر، واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم على الرغم من التوترات والأزمات الإقليمية الجارية حاليا، منوها إلى أن الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. وأوضح مدبولي جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال العام والبترول لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها. وخلال الاجتماع استعرض وزير الزراعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها. وأوضح أنه تم صرف نحو 20 مليون شكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنقضي والمنتهي في 30 من سبتمبر الماضي، فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسع فيها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29، والمقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو، منوها إلى أن الاجتماع يستهدف أيضا متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات كوب 28.
أكد رئيس مجلس الوزراء تقديره لدور الصحافة والإعلام وحرصه على مناقشة التحديات التي قد تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتدليلها. وخلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشربجي لمتابعة عدد من ملفات العمل، أكد أنه سيتم التوجيه بالعمل على تدليل التحديات التي تم عرضها، بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة وأدائها لدورها المهم. شهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، كما تطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات، خاصة في ملفي الضرائب والتأمينات، منوها إلى ما يتم بذله من جهود للتواصل الفاعل مع الجهات المختلفة للتعامل مع تلك التحديات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض موقف اعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحميه طبيعيه. واكد رئيس مجلس الوزراء دعم الدوله لكل الخطوات الراميه لابراز المقومات والخصائص الطبيعيه الفريده في مصر وتعزيز القيمه الاقتصاديه لها بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويجي عالمي لتلك المقاصد، واظهار دور مصر في الحفاظ على البيئه والتنوع البيولوجي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. انعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وذلك بحضور عدد من الوزراء والممثلين وممثلي الجهات ذات الصلة. هذا وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أعلن ختام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وأكد عبد الغفار على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق حول قضايا السكان والصحة، مؤكدا على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعيا لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان. ويسعدني أن أعرض على حضراتكم أهم التوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر. بعد مرور 30 عاماً على إعلان القاهرة سنة 1994، والذي كان إعلان الأول لإحداث نقلة نوعية في ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الإنجابية، تؤكد الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هي الأساس لتقدم البلاد. لذلك نحن ملتزمون من خلال إعلان القاهرة برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد وتعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادي وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعي الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات والقطاعات المتعددة، إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف. هذا وأشاد عدد من المشاركين في المؤتمر بحسن التنظيم، كما أثنوا على المخرجات التي تم الإعلان عنها في ختام الفعاليات. أعتقد أنها فرصة عظيمة للمشاركة في هذا المؤتمر، فقد كنت جزءا من جلستين خاصتين بالأمراض النادرة، ونحن نقدر المساهمة العميقة لوزارة الصحة المصرية في مجال الأمراض النادرة واقتراحاتها المقدمة لمنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وهو أمر مهم لأن المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة في جميع أنحاء العالم يستحقون أفضل رعاية ممكنة، وأنا سعيدة جدا لأنني كنت جزءا من هذا وأنا أشارك تجربة على المستوى الوطني في رومانيا وعلى المستوى الأوروبي. مصر مجموعة المبادرات الرئاسية اللي هي اللي انشأت في خلال الخمس سنوات الماضية اللي بتتعلق بصحة الإنسان من أول ما هو يعني صحة المرأة والجنين، صحة الطفل إذا أطفال حديث الولادة، الأطفال النكلي اللي بتدخل الحضانات، بنتكلم على مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض السرطانية، بنتكلم على مبادرات أخرى موجودة. هتلاقي حضرتك إن أنت بتقارني الدول وصلت لفين وإحنا وصلنا لفين، هتلاقي لا في اتشيفمنت كبير جدا حصل في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة. الاستثمار في التنمية البشرية من بداية الحمل
إلى المرحلة المتقدمة من العمر، وده يتطلب استثمارات في فترة الحمل والولادة وكمان الصحة الإنجابية، وأول ألف يوم بنسميها الألف يوم الذهبية في عمر الطفل، بالإضافة إلى التعليم المبكر قبل دخول المرحلة الابتدائية للطفل، مرورا بمرحلة المراهقة وكمان دخول سوق العمل إلى الشيخوخة. كل دي بتتطلب استثمارات في المراحل المختلفة من العمر اللي بتؤدي إلى أن الإنسان يكون عنده كل المهارات والعلم والمعلومات والصحة اللي تمكنه أن يكون مساهم فعال في المجتمع. مؤتمر كنسخة ثانية، لأننا نتكلم عن مقومات بناء المجتمعات، ونتكلم عن مقومات المجتمعات لا تبنى وكوني أنا في مجال الصحة إلا بالتعليم وبالصحة. الصحة لا نعني المرض، الصحة نعني السلوكيات الصحية مثل الغذاء الصحيح. نتكلم عن السلوكيات الصحية، عدم التدخين، النشاط البدني، في نفس الوقت كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية. لما نتكلم عن الاستثمار في الإنسان، أنتم حاليا عندكم مبادرة بداية، الاستثمار يكون الأمثل لما نشوف ما قبل ما الطفل ينولد، وبعدين الصحة المدرسية نركز عليها أثناء الجامعة، السلوكيات اللي ترفع الإنسان. الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر جمع قادة دوليين وشركاء عالميين في منتدى لمناقشة القضايا والحلول الممكنة للمضي قدما في مجالات الصحة والسكان، ولكن أيضا لمشاركة تجارب واقعية وأمثلة لما تم إنجازه وما يمكن القيام به في المستقبل. أحد الأشياء الأكثر أهمية في المؤتمر كانت الأمثلة الملموسة حول ما يتعين علينا القيام به، والشعور بالحاجة الملحة للقيام بذلك أيضا، والإحساس بضرورة التعاون ليس هنا في مصر فحسب، بل عبر جميع الدول. وأعتقد أن هذا مهم حقا، وعندما ندرك ذلك بشكل جماعي يمكننا أن نقود التغيير الذي نريد أن نكون عليه، ويمكننا إحداث التغيير الآن لأننا ندرك أهمية الأسرة الصحية وجميع المواضيع المتعلقة بذلك. في إطار حرص القوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة الإعداد والتأهيل للكوادر الفنية والمهنية، وفقا لأرقى المستويات، حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة ومراكزها على شهادات الأيزو في مجال جودة التعليم والسلامة والصحة المهنية. هذا وأكد اللواء أركان حرب طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني حرص إدارة التعليم والتدريب المهني على تطبيق سياسات الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية وتخريج كوادر متميزة. في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة، قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم، ودفعة سابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد،
وذلك بحضور لواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة. كما تم تكريم أسر القادة التي سميت بأسمائهم الدفعات، وذلك تقديرا وعرفانا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة. كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة. أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وكذلك الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون. وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص وبحوزته 1,400,000 دولار وعدد من العملات الأجنبية المختلفة ومحفظتين على منصتين بهما أرصدة دولارية رقمية ولابتوب وهاتف محمول وعقود شراء عقارات. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا وقد أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة منفتحة على خيارات مختلفة لإنهاء الحرب في غزة. وخلال المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، أعلن بلينكن تقديم 135 مليون دولار إضافية من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، ذلك تزامنا مع تجديد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة. من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري أن وفدين مفاوضين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيزوروا الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة في غزة، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع قادة حماس بعد مقتل رئيسها يحيى السنوار. دعا منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن ذويهم. وشدد المنتدى في بيان على ضرورة أن يمنح نتنياهو فريقه التفاوضي سلطات كاملة للتوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الوقت ينفد بالنسبة إلى المحتجزين، وطالبوا القادة الدوليين بممارسة أكبر قدر من الضغط للوصول إلى اتفاق ووضع حد للكارثة الإنسانية في غزة. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. مع تواصل العدوان على لبنان، حزب الله يقصف قاعدة للصناعات العسكرية بشمال حيفا، وغوتيريش يقول إن استهداف اليونيفيل جريمة حرب. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاريتسي هاليبي إن هناك احتمالا لبلوغ نهاية وصفها بالصعبة للصراع مع حزب الله. وخلال قيامه بعملية تقييم أمني في قطاع غزة، زعم هاليبي أن قواته تمكنت من تفكيك سلسلة القيادة العليا لحزب الله بشكل كامل. حذرت الأمم المتحدة من أن المدنيين وقوات حفظ السلام في لبنان في خطر. وذكر بيان للأمم المتحدة أن أزمة نزوح تتكشف في لبنان بسبب تواصل الهجمات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب والقصف على بيروت. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي بدأت في 23 سبتمبر أجبرت حوالي 120 ألف شخص على الفرار من منازلهم في غضون أسبوع. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان قد يصل إلى مستوى جريمة حرب. وأكد غوتيريش خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دولي في باريس لدعم لبنان أهمية احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، مشددا على عدم المساس بالبنى التحتية المدنية وضرورة الالتزام بالقانون الدولي. أشار غوتيريش أيضا إلى استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مأهولة في لبنان، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قراري مجلس الأمن 1559 و1701. في الأثناء قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو
إن المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس لدعم لبنان أسفر عن تعهدات بجمع 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني. والتقى نحو 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية في باريس بهدف جمع ما لا يقل عن 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق النار. نظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط. شارك في الورشة نخبة من الخبراء والسفراء والأكاديميين والمتخصصين في الشأن العربي والإقليمي لمناقشة التحولات الجيوستراتيجية والتي يشهدها إقليم الشرق الأوسط. مشروع الإسرائيلي بشكل عام هو مشروع خطة طويلة الأمد يتم تنفيذها على مراحل متعددة وكل مشروع له أدواته. المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط عنوان لورشة هامة نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لمناقشة التطورات والتحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط خاصة في غزة ولبنان والسودان في ظل التصعيد العسكري وبحث مستقبل الدولة في ظل هذه الصراعات. الورشة جاءت بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشأن العربي والإقليمي للوصول لرؤية استشرافية مشتركة لإعادة صياغة معادلة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. لدينا معادلة إقليمية تتعرض لتحديات كبيرة جدا على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى الإقليم بكامله. القضايا والتحديات معقدة ومركبة بصورة ربما غير مسبوقة على مستوى التاريخ المنظور. ده الحقيقة اللي دفعنا ان احنا النهاردة نكون موجودين مع مجموعة من الخبراء في معظم الملفات اللي ليها علاقة بالعلاقات الدولية، بالسياسات الإقليم، بالاقتصاد، بالفاعلين من غير الدول، متخصصين بيحاولوا ان هم يقدموا رؤاهم الاستشرافية للمستقبل على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. ورشة مهمة في توقيت مهم، الإقليم بيمر بتداعيات شديدة جدا منذ 7 أكتوبر، بتتشابك المواقف والوضع ليس فقط في يعني في غزة وفي أهل فلسطين يعانون منه وهجوم غاشم إسرائيلي يمتد، تداعيات في الممرات الملاحية، تداعيات إنسانية، تداعيات على الاقتصاد وفي المنطقة وفي الإقليم. الحقيقة يعني لو عايزين نقول على الحلول مش ممكن هتيجي من طرف، الحلول لازم تيجي في بشكل جمعي على رأي عربي موحد أو اتجاه عربي موحد أو مشروع عربي مضاد للمشروعات اللي موجودة في المنطقة اللي هي معظمها استيطانية. الورشة تضمنت جلستين رئيسيتين، تحدثت الأولى عن آفاق التصعيد الإسرائيلي الإيراني وانعكاسه على الأمن الإقليمي ومستقبل المشروع العسكري في غزة، والجلسة الثانية تناولت إعادة البناء للنظام الإقليمي المستقر ووجود رؤية استراتيجية لتسوية الصراعات واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراعات في الإقليم وبناء منظومة الأمن الإقليمي. مؤتمر مهم جدا وجلسة مهمة تناولت أهم التطورات اللي بتشهدها المنطقة. المنطقة فعلا بتمر بأزمة، أزمة ممتدة ستعيش معنا لفترة طويلة في الزمن، وأيضا أزمة هيكلية بمعنى إنه هذه الأزمة هيبقى ليها تأثير على المنطقة ككل وعلى أي ترتيبات مستقبلية بتتعلق بهذه المنطقة. الوضع اللي بتمر به المنطقة وضع يعني شديد الخطورة، وفي نفس الوقت في درجة كبيرة من الغموض المتعلق بما هو الشكل النهائي اللي هتسفر عنه هذه التطورات. نعرف انه في
حروب دائرة، نعرف أنه في أطراف لديها خطط تحاول تحقيقها، لكن ما هي المحصلة النهائية؟ أعتقد أنه ده أحد الأسئلة اللي الندوة حاولت أنها تجاوب عليه. لا شك أن هذه الجلسة تعتبر في غاية الأهمية، لأن المنطقة بتشاهد تغيرات جيوستراتيجية بعيدة المدى لها تأثيرات وتداعيات ليس فقط على مصالح دول المنطقة، وإنما حتى على الأمن الإقليمي والأمن الدولي. الحقيقة الحديث في الجلسة الأولى كان مهما للغاية، لأنه تناول الأبعاد المتعلقة بالعلاقات الدولية والأبعاد الأمنية وعسكرة الممرات البحرية، وكل ذلك له تداعيات كبيرة على النواحي الاقتصادية، له تداعيات على الترتيبات الخاصة بالتجارة الدولية، له انعكاسات على التجمعات العابرة للأقاليم زي تجمع بريكس على سبيل المثال. ومن ثم في الجلسة الثانية البعد الاقتصادي حاضر بقوة، ما الذي نستطيع أن نفعله ما بعد الصراع، فترة ما بعد الصراع، وهذا هو العنوان الذي سأتحدث فيه. فترة ما بعد الصراع تستلزم إعادة البناء، إعادة البناء بمفهومه الشامل. الورشة أكدت على حفاظ مصر على التوازن الاستراتيجي في علاقاتها الإقليمية في ظل اشتعال حدودها، وأن هذا هو التعامل الدائم في سياسة مصر الخارجية للتعامل مع كل التحديات في المنطقة. محمود جميل، التلفزيون المصري. الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد لدى ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا لكم إيمان وحكمة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. دعا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا أهمية فكرة المطور الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية. وخلال زيارته للمنطقة الصناعية المقامة بولاية كوغالي تركيا للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة، ناقش وزير الإسكان مع مسؤولي المنطقة الاقتصادية آليات التشغيل للمنطقة والتي تعتمد على أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة، مما يسهل عملية تحرك الآلات والمعدات إلى مختلف المصانع والوصول بها إلى أماكن التصدير. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة دوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت بقيادات مجموعة جيفرز المالية العالمية، كما عقدت اجتماعا مع مجموعة بنك جي بي مورغان العالمية وعدد من المستثمرين، وتم استعراض ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية خلال الاجتماع، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة. كما عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا لمناقشة مستجدات أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولي. وخلال اللقاء الذي عقد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بما تقوم به الحكومة من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. أكد رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر في مصر. وفي سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب
إلى البيع وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 46%، يغلق عند مستوى 30,552 نقطة، كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 42%، ليغلق عند مستوى 7,865 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 38%، ليغلق عند 11,067 نقطة. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الدين العالمي في طريقه لتجاوز تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكدت جورجيفا أن هذه الأرقام تثير القلق، حيث إن الاقتصادات قد تجد نفسها عالقة في حلقة من النمو البطيء والدين المرتفع، مما يؤثر على الدخل وفرص العمل ويقلل من قدرة الحكومات على الاستثمار في مجالات حيوية مثل دعم الأسر ومواجهة التحديات طويلة الأمد كالتغير المناخي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وحكمة إليكم. شكرا لك ليلى. يختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعالياته بحفل للمطربة مي فاروق على مسرح النافورة. وكان المهرجان قد حقق على مدار 13 يوما مجموعة من الأمسيات والليالي الثقافية لكبار الفنانين والمطربين والملحنين. والمزيد في هذا السياق يستعرض لنا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية بالفعل يودع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية جمهوره وزواره من أنحاء مختلف الوطن العربي ومن جميع المحافظات الذين جاءوا على مدار 13 يوما للاستمتاع بالأمسيات والليالي الثقافية والترابية التي قدمها المهرجان. 13 يوما وجبات دسمة من الفن المصري الأصيل والفن العربي. شارك في هذا المهرجان أكثر من 113 فنانا من مختلف الدول العربية في أمسيات مختلفة للتعبير على أصالة الفن العربي الكبير من هنا من مصر ومن دار الأوبرا المصرية. حفل الختام اليوم تحييه الفنانة مي فاروق بمجموعة كبيرة من باقة مختارة من الفن العربي والمصري الأصيل، ستقدم خلالها مجموعة من أغاني كوكب الشرق سيدة أم كلثوم على مسرح النافورة الذي ازدحم اليوم بمجموعة كبيرة من الزوار ومن الجمهور للاستمتاع بليلة الختام. كان أيضا من فعاليات مهرجان القاهرة للموسيقى أو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أيضا تكريم 19 شخصية والذين أثروا في الفن المصري الأصيل. نتحدث عن الملحن الكبير أحمد الحجار وأيضا حسين السيد. إذن مشاهدينا الكرام، مهرجان الموسيقى العربية نجح في تقديم وجبة دسمة كبيرة من الفن العربي المصري، واحتضن أكثر من 113 فنانا من مختلف الدول العربية في مشهد يؤكد على أصالة الفن العربي والمصري وبشكل يليق باسم مصر في مجال الفن والطرب. أعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. هلا مشاهدينا نتحول لمتابعة أخبار الرياضة مرة ثانية وإلى ليلى عمر. إليك يا ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة آخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة. يخوض نادي الأهلي مواجهة مهمة ومصيرية أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. يسعى نادي الأهلي لتعويض هزيمته أمام نادي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، بينما على الصعيد الآخر يرغب نادي الزمالك في مواصلة التوهج والاستمرار على النتائج الجيدة وتقديم الأداء القوي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر. We'll be right back.
حقق بيراميدز المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري بفوزه على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-4 بركلة الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما عتاد النهيان في لقاء تحديد المركزين الثالث بالسوبر المحلي. سجل هدفي سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى في الدقيقة 20 وأحمد بالحاج بالدقيقة 77 من ركلة جزاء، بينما أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله مجدي لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34 ومروان حمدي في الدقيقة 86. خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره السنغالي بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية والتي تستضيفها مصر في مدينة الغردقة حتى السبت المقبل. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الخاسر من مباراة المغرب وموريتانيا. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2024، وضمت قائمة المرشحين ثلاثة لاعبين من مصر وهم حسين الشحات ومصطفى شوبير ثنائي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك. كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن استضافة مدينة مراكش بالمغرب لحفل جوائز الكاف والذي سيقام في 16 من ديسمبر القادم. ختام أخبارنا الرياضية، عودة مرة أخرى لحكمة وإيمان إليكم. شكرا لك ليلى. أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة القتلى جراء العاصفة الاستوائية ترامي المعروفة محليا باسم كريستينا، والتي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة لوزون إلى 23 شخصا. وذكرت مصادر إعلامية أن العاصفة كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كيلومترا في الساعة، وتسببت في إجبار المدارس والمكاتب الحكومية على إغلاق أبوابها لليوم الثاني على التوالي، مع استعداد وكالات مكافحة الكوارث لهطول أمطار ووقوع فيضانات. وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومصرع العشرات. ومن الفلبين إلى طقس جمهورية مصر العربية، وقفة جديدة وأخيرة مع ليلى عمر. تفضل ليلى. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 28، الصغرى 18، الإسكندرية 27 20، مطروح 25 21، بورسعيد 27 22، والإسماعيلية 28 15. نذهب للسويس 29 19، العريش 27 15، طابا 27 16، شرم الشيخ 30 22، الغردقة 30 19، الأقصر 32 16، أسوان 34 18، الوادي الجديد 29 16، حلايب 29 22، وأخيرا شلاتين 31 23. ولأن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمي محفل بريكس كمنصة للتعاون والتشاور ويتهم النظام العالمي بتفريغ المبادئ وازدواجية المعايير. مدبول يترأس اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ويستعرض مع شركة عالمية جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر. سعيا لتذليل عقبات التهدئة بقطاع غزة، وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي بوفد من قيادات حماس بالقاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار. بالتذكرة انتهت نشرة التاسعة، تحية لكم وإلى اللقاء، فأمان الله.